حول هذه التصريحات معنا من عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. أحييك آية، نتحدث حول هذه التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ويتحدث فيها على أنه يجب وجود حل سلمي يمنح الفلسطينيين حقوقهم، فكيف بدأت هذه التصريحات في هذا السياق؟ تحياتي لك حسان. يعني منذ بداية هذه الأزمة والأردن ينادي بأهمية الحل السلمي والحل السياسي، هذا الذي طبعا إسرائيل تعمل عكسه، كما قال وزير الخارجية بأن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية وأيضا عدم تحمل المسؤولية. ما يتحدث اليوم عنه أيمن الصفدي بأنه بالرغم من الإجماع على أنه يعني الحل الوحيد فيما يحدث في القضية الفلسطينية وفي الأراضي الفلسطينية هو الحل الشامل والعادل لضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن إسرائيل لا تستمع إلى المجتمع الدولي وأيضا تقوم على خرق القوانين الدولية والإنسانية. يعني هذه التصريحات التي حدثت بالأمس وأيضا ما سبقها من لقاءات مع نظرائه إن كان العرب أو الغربيين، جميعها تؤكد بأن هناك إدانة لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مطالبا بأن يكون هناك موقف جاد وأن يكون هناك فعلا تحرك من المجتمع الدولي وأيضا من مجلس الأمن من أجل أن يكون يعني هناك وقف لإطلاق النار، وقف للاعتداءات التي تحصل، خاصة بأن الصفدي تحدث عن إسرائيل وعن السردية الإسرائيلية التي كانت تتحدث بأنه ما تقوم به حاليا هو من أجل حماية أمنها واستقرارها، في حين هو استهداف للمدنيين والأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى وجود نزوح من جانب آخر. أيضا يعني العرقلات التي تقوم بها إسرائيل خلال الفترة الماضية من وضع صعوبات في دخول المساعدات إلى كافة القطاع أدى إلى حدوث مجاعة. وزير الخارجية الأردني أيضا حسن تحدث بأن إسرائيل هي من تفتعل هذه المشكلة، تحاول أن يعني تنقل هذه أو هذا الصراع إلى الدول المجاورة، أيضا تقوم بوضع عرقلات في إدخال المساعدات التي نادى بها الأردن والدول العربية وأيضا الجهود المصرية من أجل محاولة إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن إسرائيل تحاول وضع عرقلات ما أدى إلى عدم وصول المساعدات إلى كافة أهالي القطاع، وهي من نسبة 10% فقط ممن يحتاجون هذه المساعدات يحصلون عليها للأسف في غزة. بالتالي هناك مشكلة يواجهها القطاع اليوم من جانب إطلاق النار، من جانب آخر المجاعة، من جانب آخر أيضا وجود الأمراض التي تحدث بسبب يعني فصل الشتاء وأيضا عدم وجود المساعدات الكافية لهم. استفاد يطالب المجتمع الدولي، يطالب أن يكون هناك تدخل من أجل محاسبة إسرائيل على ما تقوم به حاليا من جرائم في أهالي قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، وأيضا يجب أن يكون هناك موقف جاد، لأنه تحدث بأن الصمت الذي يحدث حاليا هو ما أعطى مجال لإسرائيل الاستمرار في هذه الجرائم التي ترتكب، وأيضا عمليات النزوح والإبادة للأسف التي تحدث حاليا في قطاع غزة. نعم، أشكرك. إذن تفاصيل واضحة كنت معي فيها من عمان بالأردن. آية السيد، أشكرك آية.